إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في جولتنا الليلية التي تقوم بها قناة شوف تي في وبرفقتكم كالعادة كريم العلوي. على بركة الله ننطلق في جولتنا الليلية التي اخترنا لكم هذه الليلة أن نجول بكم بمنطقة رياض الولفة التابعة لمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء. ياسين ميكانيك سلام، نادية الباز السلام. قبل البدء في قراءة رسائلكم القصيرة نقول لكل متتبعينا رمضان مبارك كريم على كل متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في خاصة وعلى كل المغاربة عامة وعلى كل المسلمين. نتمنى من الله العلي القدير أن يدخل هذا الشهر على كافة المغاربة باليمن والبركات وأن يرفع عنا الوباء، وباء كورونا. كما تشاهدون بداية تهاطل الأمطار على مدينة الدار البيضاء، نتمناها أن تكون أمطار خير ورحمة. إذن كما سلف الذكر اخترنا لكم منطقة رياض الولفة ونزولا عند طلب العديد من المشاهدين الكرام